الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا اننا الصلوات الخمس خصوصية من بين سائر اركان العمل الاربعة، فهي لها خصوصية من دون غيرها. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. انظر ربي سبحانه حتى في حالات الخوف، حتى في حالات الخوف لابد أن تؤدي الصلاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، في حالة الخوف يعني في حالة الحرب، في زمن الحرب لا تسقط الصلاة، فنصليها مجموعة بعد مجموعة، فنصليها حتى ركبانا، حتى على ظهر الإبل أو الخيل نصليها ولا نضيعها الصلاة. أخي المسلم، صل إن كنت حرا كريما، ولا تغتر بكثرة المخالفين والتاركين لها. أخي المسلم، صل إن كنت تحب نفسك لتنقذها من عذاب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخي المسلم، صل إن كنت بارا بوالديك ليكون برك نافعا وبرك موصلا لك إلى ثواب الله، وعمل بلا صلاة لا اعتبار له. الإنسان اللي ما يصليش أي عمل يقوم به، عمل خيري مهما كان العمل، لا أجر له ولا ثواب له من الله. أخي المسلم، صل إن كنت تحب أولادك لكي يقتدوا بك ويتأسوا بك، وهل يمكن أن يؤدوا فريضة وأبوهم يرونه جالسا لا يهتم ولا يبالي؟ وهل ترضى أن تراهم في عذاب الله يتقلبون في نار جهنم لكونهم ضيعوا الصلاة ولم تربهم أنت عليها ولم تأمرهم بها؟ أخي المسلم، صلي فإن الصلاة نور يزيل ظلمة ما في القلب من الضلالات، ونور لك في قبرك، ونور لك يوم قدومك على ربك. أخي المسلم، صل فإن الصلاة بركة في عمرك، وبركة في رزقك، ونور في بيتك. أخي المسلم، إياك والتفريط بها، إياك أن تصلي وقتا وتتخلف آخر، فذلك عار عليك. أخي المسلم، حث البنين والبنات والزوجات والخدم، ورغب الجميع في الخير، ومرهم بهذه الصلوات، إنها تدعو إلى كل خلق فاضل وتحذر من كل خلق سيء. قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أخي المسلم، حافظ على هذه الصلوات، اهتم بها واعتني بها الاعتناء المطلوب، لأنك إن ضيعتها ضيعت دينك. يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: من حفظها، أي الصلاة، وحافظ عليها كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، أي لم يحافظ على صلاته، إما ما صلاهاش ولا ضيعها ولا وخر على وقتها ولا صلاها كما يجري، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. شوف نشأة
شكونهم اصحابه وقرناء والمرافقين نتاعو في النار شكونهم؟ وحشر مع قارون وهامان وفرعون وابي بن خلف. اي يكون تارك الصلاه او مضيع الصلاه يكون مع ائمه الكفر والضلال، اما المحافظ عليها فيكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فتآمروا بها، آمروا سيراتكم، بنياتكم، وليداتكم، سيواتكم، اللي يخدم معاه، خوك، جار، صديقك. فتآمروا بها عباد الله، وتواصوا بها، وليحث بعضنا بعضا عليها، ولننصح من تكاسل أو تهاون بها، فإن خير نصيحة له أن تحثه على الصلاة وتدعوه إلى العناية بها. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإحسان. سبحان من خبر عنك عظمته النقاب، سبحان من لال قدرته الشدائد والصلاب، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله إلى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والثبات على كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا أكرم المعطين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا مغفرة تصلح بها شأننا في الدارين، وارحمنا رحمة واسعة نسعد بها في الدارين، وتب علينا توبة نصوحا لا ننكرها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا إلى الخير وإلى كل خير، وأن تعيننا جميعا على كل خير، وأن تحبب الصلاة إلينا، وأن تحبب الصلاة إلى أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، وأن تجعل الصلاة قرة أعيننا وراحة بالنا وانشراح صدورنا، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم.